يعني في احد عندي الاصدقاء قال لي ممكن تدب الحزام ما تلبسه انت لانه راح يضحكون عليك العالم. قلت له ليش؟ كان يقول لي هسه يقول هذا مثقف زين. وهاي زين شنو المثقف عيب صار؟ شلون اصبح ايه؟ المثقف سلبه؟ ايه؟ لا شوف هذا صاحبك ايه؟ سلم لي عليه قل له مو احنا ما نريد نتبنى على فشي قل له روح اسال صايره بي بالمستشفى ايه؟ واحد متعرض الحادث ايه؟ ولابس حزام وروح اسال واحد بس ما تقدر تسأله لأن اللي متعرض للحادث بالأحزام إصابته تكون أقوى بثلاث أو أربع أضعاف عن اللي مرتدي أحزام. زين وشفنا حوادث السائق اللي ما مرتدي أحزام طلع من الجامعة مال السيارة واللي مرتدي أحزام مجرد يرتطم ولو هي هاي الأعمار بيد الله صح بس هذا سيفتي زين. نعم هذا واحد. الشغلة الأخرى الثقافة اللي عند بعض المواطنين والله توني طلعت توني نزلت من السيارة بعدني بالفرعي ما دمشي سريع هذا غلط. أنت لازم ترتدي الحزام أول ما تقعد بالسيارة وتفتح سويتش وبالدليل القاطع أنه شركات صناعة السيارات خلت جرس الإنذار للبس الحزام مع فتح السويتش سويتش اي صح. ليش ما خلوا لك اياه مثل جرس تنبيه السرعة كان قال لك انت نخلي لك درج 20 كيلومتر بالساعة السرعة يلا يدق جرس الحزام. اذا